شنو العجانات والغسالات نوضة هذيك. دخلوا لنا شاركوا تابعوا كاع لي كونت اللي هي متابعاهم وخليوكم. اهلا البنات. المهم كيف العاده كديما كنبارطاجيو معكم احسن ما كاين. اليوم انا فرحانه وكنبارطاجي واحد الحاجه وانا راسي مرفوع ومتاكده منها 100%، واللي هي انني اول مره غنغسل شعري وغنمشطو في الحمام وما غاديش يطيح ليا بلي كونتيتي اللي كان كيطيح ليا. كان كيطيح ليا شعري راه فايته كنقولها لكم حتى كنولي كنتخلع. يعني هذه المشطه كتعمر ليا بالزغب فريمون، زعما كتخلعني. عييت بلي زومبول، عييت بلي برودوي، عييت ما كنخلي ما كندير شامبوانات باش كنغسل. صراحه هاد الايام حسيت به انه ما بقاش كيطيح ليا كيف ما كان، وحتى بالنسبه للزليج عندي في الدار بيض ما كنت ديما الشعر ديالي طايح. فالحمد لله هاد القضيه هاد بدات فبيان سوغ البنات فرحت بالريزلتا، حيت واحد الوقيته كنت كنقول صافي ما بقى لي والو نصلع. كنا كيعزيز علينا الشعر يكون قوي يكون طويل يكون شعر مثالي، فما يمكنش انك ما كتهلايش فيه وما كدير لي لي سوان وما كتشربيش شي مكمل غذائي. فانا الصراحه جيت اليوم نهضر لكم على هذا اللي كيرجع ليه الفضل والفضل الكبير، حيت الصراحه كنت صافي وليت كنقول شعري باي باي كنخفف ليا هاد الشبكه واللي هي كيسلر. هاد البرودوي هذا سميتو لوف هير. دابا قربت نساليه، المهم انا نوريكم. انا اصلا الصراحه ديما كنقول لكم كتهمني بزاف البشره ديالي ديال وجهي تكون كتشعل بلا ماكياج بلا حتى حاجه، وعزيز عليا الشعر ديالي بحكم انني كنخليه طويل وعزيز عليا الشعر طويل، دونك خصو يكون قوي وما يكونش فيه واحد ما يكونش شاحب وكيطيح والزغبه مضربه. فانا كنصحكم به. ها هو قرب يسالي ليا، يعني بقى غير لتحت حيت مدة وانا كنستعملو. صراحة عطاني ريزلتا زوينة كنصحكم به، وراه الثمن ديالو حاليا ثمن خيالي.